الحقيقة مهرجان العالمين كل يوم فيه جديد وفيه أجواء مختلفة بتحصل هناك، فخلونا نعرف آخر كواليس كده حفل الفنانة ماجدة الرومي في العالمين من الممشى القديم. زميلتنا جمانة ماهر هتقول لنا آخر الأخبار والتفاصيل. مساء الخير عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا فسنت، ومساء الخير على كل مشاهدين القناة الأولى في كل مكان. أنا لسه مكملة معاكم من مدينة العالمين وتغطية خاصة للنسخة الثانية من فعاليات مهرجان العالمين. الحقيقة بسنت إنه في فعاليات كتيرة جدا جدا جدا، يعني الحقيقة إنه لو انت موجوده هنا مش هتلحقي تزهقي، في فعاليات كتير قوي. لو كنا على فعاليات امبارح كان في فعاليات كتير جدا رياضيه وفنيه وغيرها، وكان في ضمن الفعاليات الرياضيه كان في مسابقه احرف لعيب واسرع لعيب، كان في كمان فعاليات متعلقه بالموسيقى الشرقيه، وكان في بالفعل حفل في المدينه التراثيه، حفل بيت العود الشرقي للفنان طبعا مايكل انسي ومحمد مختار ومحمد يحيى عفوا وسلمى مختار، وكان في طبعا حفل يعني القيصر قدم الساهر. لو كلمتك عن كواليس الحفلة حقيقة بسنت، الحفلة كان خليني أقول لك إنه كان في ناس كتير جدا، كان في بالفعل تواجد قوي جدا من قبل الجمهور، كان في تفاعل قوي جدا كمان مع القيصر قدم الساهر. الحقيقة طلبوا من قدم الساهر أغاني كتير وهو على المسرح، حتى الأطفال يمكن هو كان بيتفاعل معاهم طول الوقت. غنى كل الأغاني اللي أنا بحبها بصراحة بسنت، بس ما غناش يا حبيبي تحديدا يعني. فالحقيقة انه كان يعني كان يوم مهم جدا، فكرة انه يكون مسرح العالمين الجديدة اليو ارينا اللي صممت خصيصا لانها تستقبل كم كبير من الجمهور يصل ل 30,000 متفرج، بالفعل انها تكون مجهزه لهذا الشيء. وشوف هذا العدد الكبير والضخم اللي كان موجود امبارح، ده يثبت صحه رؤيه اداره المهرجان على انها تجهز مسرح بهذا الحجم وبهذه القوه. اما لو اتكلمنا عن فعاليات النهارده، طبعا ايضا اليو ارينا بتتحضر لحفل النجمه الكبيره الست ماجده الرومي. ماجده الرومي زي ما انت قلتي مقله جدا في حفلاتها يا باسنت، لكن ليها علاقة كده خاصة بالشعب المصري، وعاشت يمكن هي هنا كمان فترة في مصر، وليها علاقة قوية الحقيقة بمصر. ومن ضمن يمكن أهم حفلات لماجدة الرومي كانت بالفعل موجودة في مصر، وإنها كمان تكون موجودة على اليو أرينا وضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، ده يدل على قوة هذا المهرجان، على ثقة الفنانين الكبار في هذا المهرجان، على إنه مصر بالفعل قادرة تقدم وجبة دسمة ومتنوعة من كل خلينا نقول الانغام والفنون اللي ممكن حد يبقى مهتم بيها، لانه على مدار ايام المهرجان هيكون معانا اذواق مختلفه جدا من الموسيقى، هتكون على اليو ارينا وهيبقى في كونسرتس لفنانين كبار. كمان يعني عايزه اتكلم عن الفاستيف ارينا اللي بيبقى عليها فعاليات كتير جدا طول ايام الاسبوع، عايزه بقى كره قدم تلاقي، عايزه بيتش سوكر اللي هي كره القدم الشاطئيه تلاقي، بيتش فولي بول تلاقي، باسكت بول موجود، بادل موجود، طبعا ده غير بقى الالعاب او الملاهي اللي موجوده على الفاستيف ارينا عشان الاطفال يقدروا يتبسطوا بيها وكمان يقضوا وقت لطيف. يعني انا الحقيقه عماله بحاول ان انا اجمع لك كده سريعا ايه اللي بيحصل في مهرجان العالمين كل يوم، سواء ويكند او ويك داي، مفيش وقت حقيقي ان حد يزهق، طول الوقت في اكتيفيتيز وفي فعاليات، وفي فعاليات كمان كتير جدا موجوده متنوعه، ان كانت فنيه رياضيه ثقافيه كتير قوي يا باسنت. هنا انا لسه مكمله معاكي، لكن كمان خليني اكلمك على في لقاء مهم جدا مع كابتن خالد الغندور كمان هيكون معاكي النهارده في حلقه النهارده، وانا لسه مكمله معاكي على مدار الحلقه.